تريتمون فيه 3 موا هانتوما البنات 3 موا 3 شهور البنات فيتامينات يا البنات كانوا دايرين 47 اورو اليوم اختي غيبقاو لكم 5 اورو 5 اورو تريتمون ديال 3 شهور من 7 اورو الناس كياخذوا فيه وقلت غادي نمشي نبارطاجيه مع البنات قالوا لي الريحه ديالو زوينه وانت خصبي روحك راكي عند مامتك في البلاد خليت فين مشيت عمري البنات ما لقيت هاد الاسمنه شوفوا يا البنات الشوكولا اللي باغي يبرع وليداته واللي باغي يبرع حبابه عرفتي يا البنات الشوكولات ورخص من بطاطا ورخص من بطاطا يا الاخوات احسن ما خديت يا البنات هو هاد الفيتامين هذا ديال تساقط الشعر بارطاجيته معكم وكناخذه يا البنات كيجي تريتمون البنات فيه 3 موا 3 موا اختي ديال تساقط الشعر كندير اختي 47 اورو 47 اورو اليوم اختي غيبقى لك ب 5 اورو 5 اورو عشاق اتاي لعشاق اختي الشاي الاخضر ما خليت فين مشيت عمري اختي ما لقيته باورو الوغو يا الاخوات اول مره يا البنات كنلقى لي زيبيس التوابل يا البنات بهذه الاسمنه شوفوا لي اختي جبت لك راس الحانوت جبت لك اختي الثوم جبت لك اختي سكينجبير التحميره الحلوه التحميره الحاره راس الحانوت كل شيء يا البنات خذي اللي بغيتي اورو 50 احسن ما جربتي يا البنات هو هذا الصابون ديال اريال اقسم بالله خديته المره الفايته البنات استعملته وصبنت به حويجاتي حويجات وليداتي عرفتو كيحيد لي طاش كيرد لكم البنات الحويج كيشعلو فيه 100 صبينه كان الثمن ديالو داير 45 اورو 45 اورو اليوم اختي غير 15 اورو و 15 اورو يا البنات بالنسبه للناس اللي عندهم لي غاز في المسار ولا الكرش ولا اي الم عندك اختي في البطن هاي اختي اول مره كنلقى هاد الاثمنه الخياليه وكتاخدي 6 ديال لي باك ديال الفخماج من هذا البنات 6 ب 3 اورو ديال لي ساندويتش لقيتهم هاي البنات حاطين حتى هذا هذا اختي كيجي البنات شوفي ليا فيه 4 ديال الشاصيات 4 البنات الفرماج محكوك 2 الاورو 5 السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم اش خبركم قولي اختي بشرى انت اختي فين كاينه عرفتوا يا البنات جبت لكم اختي واحد ديستوكاج واحد ديستوكاج يا البنات واحد المكازا كدير ديستوكاج عرفتوا راه ما شاء الله ما شاء الله كل شيء الاخوات رخيص كل شيء يا البنات رخيص عرفتي عندهم حتى الناقص 90% 90% يا البنات غنخلي لكم ان شاء الله السميه ديال المكازا والعنوان في صندوق الوصف البنات وفي اول تعليق اللي حداها اختي هاد المكازا غير طري ليها والله اختي تترحمي لي الوالدين يدير لينا اختي ناقص 90% ان شاء الله غنبارطاجي معكم كل شيء غير خليكم معايا البنات عرفتوا والله القسم ما عرفتش اختي منين نبدا لكم شوفوا يا البنات الشوكولا عرفتوا ما شاء الله كيجوني بزاف ديال الاسئله على الشوكولات بشرى بارطاجي معنا الشوكولا ما شاء الله كل شيء يا البنات فيها رخيص شوفوا لي اختي البواطه يا البنات شوفوا لي اختي البواطه ديال الشوكولا ما شاء الله انا راه خديت منهم يا البنات 6 اورو 6 اورو يا البنات لاضات مزيانه عجبني هذا شوفوا يا الاخوات ما شاء الله شوفوا يا البنات اللي باغي يبرع حبابه واللي باغي ما شاء الله عرفتي غناخذ حتى من هذا والله القسم البنات الا ذقته ما شاء الله هذا دير له 5 اورو كتجي الكرتونه ديال الشوكولا على هذا الشكل هذا البنات كرتونه يا البنات 5 اورو 5 اورو يا البنات عرفتوا كيجي بنين ما شاء الله يا البنات وراه هاد الاثمنه ما تلقاوهاش واخا ما عرفت فين تمشيو يا البنات والله القسم الا شغنقول لكم راه ما عرفتش منين غادي نبدا لكم البنات راه كلشي عندهم رخيص البنات كلشي عندهم رخيص عقلتوا البنات على الفيتامين اللي كنت بارطاجيت معكم وخديته وكنشربوه البنات ديال تساقط الشعر بالنسبه للناس اللي كيطيح لهم الشعر عقلتوا البنات على الفيتامين اللي كنت بارطاجيته معكم ها هو البنات بزاف د الاخوات اللي قالوا لي عافاك اختي بشرى الا مشيتي ولقيتيه بارطاجيه معنا البنات راه كندير 47 اورو والله الاخوات الا خديته وراه عندي في الدار يا البنات مره اخرى غنصور لكم فيه تريتمون ديال 3 موا البنات تريتمون ديال 3 موا كيجي الباك على هذا الشكل هذا البنات كيجي الباك على هذا الشكل هذا الاخوات كيجيو فيه لداخل 3 راه سبق لي وبارطاجيت معكم 3 ديال لي باك البنات 3 يعني كل شهر كتاخذي باك فهمتوا كندير 47 اورو ديال تساقط الشعر الاخوات اللي كيطيح لهم الشعر ها هو البنات غيبقى لكم غير ب 5 اورو 5 اورو يا البنات البنات شوفوا اختي شنو لقيت عنده هذا الكريم لا مارك ديال افين لقيت عنده كريم دونوي البنات لتصفيه الوجه ديال الليل وكتحيد لك التجاعيد هذه خديتي ديرها غير من الليل ولقيت عنده البنات حتى افين فون هذا سميتو كريم سولار شوفوا يا البنات والباك زوينه هذه باش عجبتني ديريها حتى في الصاك ديالك البنات كتجي على هذا الشكل هذا فيها ما شاء الله 2 4 6 8 فيها 10 10 من هادو يعني خصك ديريهم في الصاك ب 7 اورو والله يا البنات الا زوينه 7 اورو وبالنسبه للكريم اختي ديال التجاعيد واللي التصفيه لا مارك ديال افين عرفتي هذه اختي سيري شوفي لا فارماسي شحال دايره هو داير ليها 7 اورو 7 اورو يا الاخوات
بطا البنات اي حاجه اختي بغيتيها انغو انغو يا البنات. لا لا اختي على مسكين اورو دي ستوكاج افير البنات المغازه سميتها دي ستوكاج افير. راه كاينه البنات حدا ورا كارفور ديال فينيسيو. غنخلي لكم لادريس في اول تعليق البنات والاخوات اللي ما كيسكنوش في ليو دير اختي دي ستوكاج افير وسيري الاقرب مغازه ليك والله اختي تترحمي ليا الوالدين. عندهم اي حاجه بغيتيها كتلقيها البنات عرفتوا لي صوص عرفتي دوش شحال دايرين عند الجزاره البنات عندهم هذا ديال باربيكيو وعندهم البنات لا صوص الجيريان ها هي لا صوص الجيريان عرفتي دوش شحال دايره عند الجزار والله البنات الا دايره مع 6 اورو 50 ولا 7 اورو هذه هي البنات عند الجزار ب 6 اورو 50 مع 7 اورو ها هي اختي غير جوج الاورو 50 جوج الاورو 50 دايرين الثمينه خياليه يا الاخوات. شوفوا لي اختي العدس عرفتي هذا بشحال كتاخذيه من غون فري وسيري اختي سولي العدس البنات العدس اختي فيه كيلو وهذه هي وقيتو اختي جوج الاورو 50 البنات. هذا الكسكسو هذا شحال دير والكسكسو يا البنات وهذا كيجي فيه نص كيلو نص كيلو يا الاخوات كتاخذي ثلاثه يعني بحال كيلو ونص اختي كيبقى لك بجوج الاورو جوج الاورو يا البنات عاشورا ما شاء الله. عندهم اختي لي بات هي اورو 50 هذا الموديل هذا الشوكولا البنات عاشورا ما شاء الله هذه اختي ديال اخواتنا الجزائريين هذه شوكولا البندق هذه راه كطير عنده البنات والله الا كطير جوج الاورو كاين هذا الموديل شو هذا الموديل هذا شحال بقى منه قال لي كطير هذه غير كيحطها كتمشي يا البنات ناخذ منها ان شاء الله جوج الاورو. يا اختي الكسكسو ديال فاس شوفوا يا البنات الكسكسو اختي جاي من فاس من فاس يا البنات والله اختي راه كنتصدم انا بالاثمنه هنا البنات راه الرخا اختي البنات كتاخذي ثلاثه بجوج الاورو ثلاثه البنات ديال لي باك ديال الكسكسو كيبقاو لك اختي بجوج الاورو. لعشاق الحرشه لعشاق بغرير لعشاق الخبز اختي اختي هاد السميده راه ما شاء الله راه كتجي رقيقه هذه راه الفينو البنات لا مارك ديال زكيه كديري بها اختي اي حاجه واورو وفين غتلقاو هاد الثمن هذا غير قولي لي فين غتلقاي هذه اختي لا سيمول ديال زكيه ديال زكيه فيها اختي كيلو ديري لها اختي انو حمقني هاد الصابون هذا بارطاجيتو معكم وكناخذوه اللي كيحمقني البنات هو هاد الغزا هذا زوين الريحه ديالو غزاله اول مره كنلقى هاد الموديل البنات غناخذ منه زوين. شوف البنات زادوا موديلات اخرين في الحقيقه ما كانش هذا ديال العسل كاين كان غير هذا وواحد الموديل اخر وهاد الغوز هذا زادوا موديلات البنات شوفي ليا بزاف هكا لوغو ديال لي فخوي ديال العسل ديال الفاني اللي بغيتي اختي خوديه غير انورو انورو يا البنات كيغسل اليدين والله القسم الا كيرغوي وباش كيعجبني كيخلي الريحه زوينه في اليدين البنات انورو. انتما زوينه ديالي شختي متتبعه ديالي شنو قلتي لي انت بعدا واخده قالت لي بشرى سيري بارطاجي امير زوين هذا كي خرج لك الارضيه زوين كما قالت لالا بشرى المغربيه ربي يحفظك كي زوين كيخلي الريحه زوينه سي فغي والله اللي عايشه في الجزائر على بالها واش هو امير هذا وي انا علاش لان لقيت بزاف ديال الناس كياخذوا فيه وقلت غادي نمشي غادي نمشي نبارطاجيه مع البنات قالوا لي الريحه ديالو زوينه وانت خسبي روحك راكي عند مهمتك في البلاد بصح البنات اللي باغي يسافر هانتوما يا البنات بلا ما تقعد الطياره غاليه اختي ربي يحفظك الزين ديالي ربي يحفظك حبيبه الصحه يا البنات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قالت لي هاد الاخت والله القسم الا عرفتي بزاف ديال الناس انا لقيتهم كياخذوه البنات انا راني ما جربتوش ولكن قال لي انا ما شاء الله دير واحد الضجه كبيره اختي في الجزائر تحيه للمتتبعين ديالي في الجزائر تحيه للمتتبعين ديالي فين ما كانوا خاوه خاوه البنات عرفتوا قالوا لي غزال 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 قال لي كيردك الارضيه كتشعل زائد انه اختي كيخلي لك واحد الريحه فنه وغير جوج الاورو يا اختي فين غتلقاو هاد الرخا هذا جوج الاورو يا البنات الرخا والرباخه نشوف شحال فيه ايترو الاخوات ايترو. شوفوا يا البنات الصابون شوفوا يا الاخوات راه ما شاء الله راه اللهم زيد وبارك اختي هاد الشيء راه كيحمق عندهم وراه ما شاء الله يا البنات 5 اورو وفين غتلقاو هذا ب 5 اورو يا البنات وفيه 60 صبينه كاين فيه الصابون نوار شوف شحال فيه من موديل كاين ديال اوليفيغا فيه 2 4 6 فيه 6 اختي ديال الموديلات 6 فيها اختي 60 صبينه ها هي يا البنات وغير 5 اورو 5 اورو يا البنات عندهم مارساي هانتوما الاخوات الصابون ديال مارساي جوج الاورو حتى هو فيه 80 صبينه البنات 80 والله القسم اختي راه علي ما بغاش اختي صبن وراه الرخا يا البنات الرخا كيخلع ما شاء الله يا البنات شهاده ديال الحق اخر مره كنت هنايا في هاد المكازا ديال دي ستوكاج خديت هاد الصابون هذا والله القسم الا خديته غادي ناخذو ثاني دابا البنات عرفتوا علاش كندير اول حاجه 45 اورو الثمن ديالو يا البنات الثمن الاصلي ديالو
45 اورو يا البنات حاطين هذا، وحتى ديال اليونوغ البنات الثمن ديالو 45 اورو في المكازا يا البنات. هنا اختي ديروا له 15 اورو ديال اريال، 15 اورو فيه 100 صبينه، واليونوغ البنات كتبقى لا مارك الاخوات، لا مارك ماشي انا اللي غنشكرها، هذا ديال اليونوغ فيه 200 صبينه، 200 البنات، 200 البنات، شوف ها هو الاخوات 200 200 ها هي البنات شفتوها، فيه 5 ليتر، هذا دايروا له 16 اورو. انا خديت هذا والله القسم البنات الا هو اللي كنصبن به حاليا، عرفتوا ما شاء الله الحوايج كيخرجوا كيشعلوا، زائد ان الريحه غزاله فيه، هذه شهاده ديال الحق البنات، انا خديته وغادي نعاود ناخذه، راه باقي عندهم ستوك البنات. غادي تسولوني واش هذا المكازا كتحل السبت واش كتحل الحد، المكازا ما كتسدش ما كتسدش اختي، يوميا محلوله، فين ما جيتي اختي فين ما فين ما بغيتي اختي لبسي جلابيتك وجي ليها تلقايها محلوله، ما كيسدوش فهمتوا البنات، 24 ساعه لا كيسدو بالليل. ما شاء الله 15 اورو يا الاخوات. هاد الكريم هادي لا مارك ديال فازلين، لا مارك البنات ديال فازلين، زوينه هادي اختي، خصوصا دابا فهاد البرد هذا ضروري اختي خاصك ترطبي يدياتك، كتاخذي اختي ثلاثه، وخذي ليا ثلاثه ماشي وحده، وماشي وحده اختي، وثلاثه ثلاثه بجوج الاورو لكم. هاد الصابون هذا البنات ديال اليدين، شوفي لي اختي كتاخدي ثلاثة، هنا ماشي كتاخدي بياسة، كتاخدي ثلاثة اختي بجوج الاورو، وثلاثة يا البنات ثلاثة، راه ما تغسلي اختي في يدياتك، ثلاثة اختي لا مارك ديال فرنسا، صابون يا البنات مرطب، هو صابون اومونتو كيخليك اختي اليدات ديالك رطبين، ثلاثة بجوج الاورو. اختي البيدو ديال اتشي، هو اتشي اختي اتشي البنات، فيه جوج لتر ورخص من البلاد، ورخص من البلاد، وجوج هي البنات غا دو اورو، جافيل اتشي دو ليتر البنات دو اورو. لكم هاد الشوكولا البنات انا خديتها والله قسما بالله اللي خديتها، وغادي نزيد اختي ناخذ منها البنات 5 اورو، 5 اورو يا البنات 5 اورو الباك، عرفتي زوينه بنينه والله القسم الا زوينه وعجبت وليداتي، غناخذ منها 5 اورو يا البنات لعشاق الشوكولا يا اختي 5 اورو. ويا البنات اش لقيت عندهم، لقيت عندهم هذا الكاكاو، هذا هذا البنات سبيسيالمون بروفيسيونال، هذا اختي ديال الكاطو، فيه كيلو يا البنات ها انتما يا الاخوات، كيلو ماشي 300 ولا 500 غرام، وكيلو يا اختي وكيلو ديروا له 6 اورو يا البنات، ها هو اختي 6 اورو الكيلو، ها انت راه اختي ما طايبي في الحلاوي 6 اورو. هاد البلاصه هادي دائما كنتفكر المتتبعات ديالي الجزائريات، ربي يخليكم لي وربي يخلي لي المتتبعات ديالي الجزائريات، مغربيات تونسيات ليبيات جميع الجنسيات، كنبغيكم يا احلى اخوات. عرفتوا هاد الجناح هذا ديال الكاطو ديال اخوتنا الجزائريين، ما شاء الله بنين يا البنات، فين ما جيت كناخذ هذا وكنبارطاجيه معكم دائما، جوج الاورو يا البنات، عرفتوا كيجيو فيه ثلاثه فن، هذا كيجي للناس بالشوكولا، ثلاثه ديال لي بياس اختي دو اورو. ما شاء الله البنات بزاف ديال الموديلات بزاف، كاين هذا حتى هو شوفي لي اختي فيه ثلاثه، ثلاثه يا البنات دو اورو ما شاء الله، راه بزاف اختي، راه خاصني ندير لكم هنا لايف ماشي ندير لكم فيديو، حق جهداش اختي ما نبارطاجي. عشاق القهوه لعشاق كارتي نواغ يا اختي، وكارتي نواغ يا البنات شوفوا لي 5 اورو لي دو، و 5 اورو لجوج اختي ديال البواطات، ها انتوما يا البنات وقولي فين غتلقاو هاد الرخه، كاين اختي هنا 16 كابسيل وهنا اختي 16، يعني 16 و 16 32، قولي اختي واش باقا كنعرف الجدول الضرب، 16 زائد 16 تساوي 32، 32 كابسيل اختي ديال كارتي نواغ 5 اورو، 5 اورو يا البنات، حاطه لكم حتى هاد الموديل هذا البنات 3 اورو 50، كتجي فيها 40 شاصية البنات 40، ديري له اختي 3 اورو 50. يعشق الحريره، شكون اختي اللي كيحماق على الحريره بحالي، حلال يا البنات، بزاف ديال الناس، كاينه وحده مريضه الله يحسن العون، وحده خدامه، وحده ما مسالياش، جبت لك اختي حريره سخونه، ها انتوما يا البنات حريره مغربيه، عرفتوا كتاخذي 10 و10 البنات ديال الشاصيات ديال ماجي البنات، 10 اختي ديال الشاصيات وبجوج الاورو، جوج الاورو يا البنات، ما عمري اختي لقيت هاد الاثمنه يا البنات، جوج الاورو. شوفوا يا البنات الكولاكا والشوكولا، ها انت اختي اللي باغا تبرع وليداتها، الشوكولا يا البنات انوغو والله اختي تا اورو، هيا ورا قريتها وكنقول واش هذا ولا هذا ولا، مشيت سولت البنت قالت لي لا اختي راه هذا اورو، اورو يا البنات الشوكولا، خذي اختي اللي بغيتي الله يجعلك ما تديهم كاملين انوغو. يا البنات عندهم ما شاء الله لي زيبيس رخاص الاخوات، لي زيبيس يا البنات رخاص، شوفوا لي البنات اللي باغا راس الحانوت هو اختي غير اورو 50 البنات، اورو 50 لي زيبيس هادو ديال الجزائر البنات اورو 50، الريحه غزاله والله البنات الا الريحه غزاله، عندهم البنات الخرقوم، عندهم سكين جبير، عندهم البنات الابزار، شوفي لي اختي التحميره الحلوه، التحميره الحاره البنات، عندهم التوم بودغ، عرفتوا راه ما شاء الله الحاجه اللي بغيتيها، شوفوا يا الاخوات غير اورو 50 والله الواحد الريحه ما شاء الله طالعه من
هنا يا البنات ما شاء الله. اورو 50 اختي خذي اللي بغيتي. البنات يلاه غادي نحطوه الكسكسو يا البنات، عرفتوا راه واعر هذا الكسكسو ديال الجزائر، راه ما غاليش البنات راه رخيص. لي انتريسي البنات هما غادي يحطوه زوين، شكروا لي بزاف ديال الاخوات هما البنات غادي يحطوا لكم الكسكسو. يا البنات حاط لكم هاد لاصوص هادي، والله القسم الا قال لي السيد مول المكازا البنات قال لي دايره 5 اورو الثمن ديالها، قال لي هادو راه ديال لي زوطيل البنات، ديال لي زوطيل الاخوات، ديري ليها غير انغو. ها انتم البنات انغو البنات، هادي هادي صوص ديال لي زوطيل الاخوات، قال لي كتباع ب 5 اورو، هما دايرين ليها انغو. شوفي لي اختي مرجان، مرجان يا البنات، شوفي لي اختي العسل، جاي اختي غا ايام مرجان، جاي اختي غير رمضان الشباكيه. ما شاء الله الحلويات كيجي فيه كيلو البنات دير له 2 اورو 50، 2 اورو 50 لعشاق اتاي، اتاي يا البنات الشاي الاخضر، ها انتم البنات اتاي الشاي الاخضر، ديروا له الاخوات انغو، انغو يا البنات. ديال اللي لقيت هاد السيده هادي خدات هاد هادو ديتيزان ياك، هادو كيجيو ديتيزان ياك قالت لك البنات زوينه بالنسبه اللي عندهم لي غاز، وقلتي لي الالام ديالاش وي وي الهلاك تاع دي يعني لو فونتر كاع الالام ديال البطن وسميتو. ها انتم البنات والله الا باغا تاخذها قالت لي راه زوينه، راه ما خليهاش البنات شحال ديري لها الثمن اورو، اورو 50 البنات. هذه زوينه البنات، وهذه كاينه ديال الزعتر، ولكن هذه قالت لكم زوينه بالنسبه للناس اللي عندهم لي غاز في المسار ولا الكرش ولا اي الم عندك اختي في البطن، ها هي اختي غير اورو 50. الله يرحم لك الوالدين، شكرا. وعاد حاطين هادو كيجيو في الشاسيه، هادو خذي الموديل اللي بغيتي، هادو دير لهم انغو البنات، نفس هاد الموديلات اللي بارطاجيت معاكم، هذا حتى هو فيه راس الحانوت، كاين فيه الثوم، كاين غير هذا كيجي في شاسيه وهذا كيجي في بواطه، فهمتوا البنات هذاك الشيء باش زيدنا 50 سنتيم وما بحال بحال البنات، انغو خذي اختي اللي بغيتي انغو. يا اختي الفلون، شوفي يا البنات الفلون لا مارك البنات، لا مارك الاخوات، ها انتم يا البنات كيجيو فيه اربعه ديال الشاسيات انغو. انغو يا البنات لا داس هاي اختي كتبينها لكم حتى 2025 انغو. يا البنات شوفي لي الفرماج، والفرماج يا البنات كيعجبني هذا ديال الثومه، كيجي من السم بالثومه ماركه البنات، كيجيو فيه سته ديال لي مورسو، دير لهم انغو. انا كيعجبني يا البنات هذا، كناخذو بزاف ديال المرات من ليدل، كيكون شويه دير، ولكن هذا البنات راه حاطينو غير انغو. اورو يا البنات خذوا دائما يا البنات لوليداتي كناخذوا غالي، اليوم اختي لقيتو غير انغو واورو يا البنات اورو. والله الاخوات حاطين لكم الكاشير، اي حاجه بغيتوها يا البنات شوفي لي اختي الكاشير، كتاخذي ثلاثه، خذي الموديل اللي بغيتي، الا خديتي غير وحده كتاخذي وحده بجوج د الاورو، ولكن الا خديتي ثلاثه كيبقاو لك بخمسه اورو. بغيتي الحار، بغيتي بالزيتون، بغيتي ما شاء الله. لقيت حاطين اليوم هذا اول مره كنلقى هذا الكاشير هذا حلال البنات، يعني كتاخذي جوج ده فيه حتى هو بالزيتون، فيه الحار، فيه اللي ما حارش، جوج البنات بجوج د الاورو 50 فغيمون. عرفتوا راه ما شاء الله عندهم بزاف البنات ديال بروموسيون. شوفي لي اختي ها نتوما راه الكاشير، ها نتوما اختي درت نبارطاجي معكم في ليدل ب 6 اورو، والله الا ماشي 6 اورو ولا اكثر، ها هو اختي 3 اورو 3 اورو يا الاخوات، ما شاء الله راه عندهم ما شاء الله كلشي عندهم اختي بكونديتي كثيره. البنات كناخذ حتى الفرماج بالنسبه لي ساندويتش وسميتو كناخذهم، هادو دير لهم البنات شوفي لي 3 اورو 6 كانوا دايرين البنات، ما عرفتش شحال كانوا دايرين انغو لا بيس تقريبا، دابا 6 ب 3 اورو، 6 البنات ب 3 اورو، كنقولها لكم دائما ردوا البنات اللي ضات 6 ب 3 اورو. حاط لكم هذا الفرماج هذا، شوف البنات كيجي على هذا الشكل هذا، فيه 4 هي البنات ب 2 اورو 50، الفرماج هي البنات فيه 4 ب 2 اورو 50. البنات عندهم الخضره زوينه وكتكون بحال الثمن ديال المارشي، بحال الثمن البنات ديال المارشي. شوفي اختي الفلفله ديال البلاد، هذيك اختي راه ديال المغرب، كتجي حاره كيحمقني عندهم يا البنات الليمون، دائما يا اختي كيعجبني البنات الليمون اللي كيكون منفوخ، كتكون الجلده ديالو فاصل متنقيه، داك المنفوخ كيحمقني ما شاء الله يا البنات. ما عرفتش شنو هو الثمن ديالو، 2 اورو 50 راه البنات ديروا والله ترخيص، لان البنات هاد الوقيته كيكون غالي، مطيشه اي حاجه مطيشه دير لاختي 2 اورو 2 اورو، بارطاجيتها معكم في ليدل دايرين لها قريبه ل 3 اورو البنات، ما شاء الله يعني عندهم خضره جديده ونقيه. بغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه زوينه 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 اللي خديتها اخر مره، هي هاد الزبده واعره واعره والله البنات، اللي دابا كنصور جا عندي واحد الراجل قلت له مرتو ما تدخلش ما تدخلش، راه واش راك كتصور زعما خليها كتصور ترونكيل، ربي يخليكم لي احلى اخوات، جاب لي الضحك ويجي عندي قال لي، قال لي راه ما خلاتنيش ندخل، قال خلي واش راه تصور ربي يخليكم لي. الزوينه ديالي هذه راه زوينه، انا خديتها البنات اخر مره والله القسم الا بالتجريب،
زوينه المسمن اي حاجه يا البنات خذوها على الضمانه ديالي هذه ديال ماشي حاجه خطيره. الاخوات ديري ليها جوج الاورو 50 حاطه لكم اختي السمن، السمن اختي ديال المدينه، السمن يا البنات هذا راه 100% نباتي يا الاخوات 100% زوين اختي وبالتجريب هذا جوج الاورو 50 راه ما شاء الله اختي راه اش غنقول لك راه المزه كبيره كبير الله سبحانه وتعالى. والله اختي اش غنقول لكم جيو ديروا دويره والله البنات ما تندموا ما غاديش تندموا. كنتمنى يا ربي هذه الجوله تنال الاعجاب ديالكم اخواتي الزوينات الغزالات. ما تبخلوش على اختكم بشرى ما بارطاجيش معكم هذا الرز هذا البنات هذا دير له 3.50 فيه 2 كيلو. ما تبخلوش عليا بواحد الجيم او بارطاج او كومونتير زوين كيف ما عودتوني يا احلى اخواتي واحلى متتبعات. كنقول لكم تهلاو في راسكم الى فيديو قادم ان شاء الله.